احنا في رمضان كل سنة وانتم طيبين، وطبعا المسلسلات كلها بتتعرض على القنوات وكلنا تقريبا بنتفرج عليها، وفي وسط ما احنا بنتفرج بيظهر لنا كده اعلان ولا اتنين ولا عشرة في الفواصل اللي بين كل مسلسل، وطبعا اعلانات اللي بتيجي كل سنة تقريبا تلات ارباعنا حافظها، بس الاكتر والاشد واللي بيستفز الناس اكتر هي اعلانات الكومباوندز والشقق اللي بتيجي كل سنة. حاجة كده بتحسسك ان احنا عايشين في كوكب وفي فئة من الناس عايشة في كوكب تاني لوحدها، ما بنشوفهمش ولا بنسمع عنهم غير عن طريق الاعلانات دي. وطبعا انا مش هحدد شركة معينة لان تقريبا كلهم بيتبعوا نظام واحد علشان يقدموا المنتج بتاعهم او يعملوا الاعلان بتاعهم. يقولك بيتك بيطل على مساحة كبيرة خضرة، وان انت هتتنفس هوا نظيف، وان انت هتنزل تجري كل يوم لمدة 40 دقيقة، وان انت هتاكل اكل صحي، وان انت عندك مدارس ومستشفيات وجيمات وحاجات كده دلع، يعني انت مش هتبقى اصلا محتاج ان انت تخرج برا المكان اللي انت عايش فيه، لان تقريبا كل حاجة حواليك، مولات ومدارس وجامعات، حتى ممكن يعملوا لك مصالح حكومية اصلا هناك عشان تخلص حاجتك. طبعا انا مش محتاجه اقول لك ان انت عشان تعيش في كومباوند من دول محتاج فلوس قد ايه، يعني انت ممكن تبيع مثلا عضو من اعضائك، كليه ممكن، رئه اوكي، قلب يمكن، يعني حاجه في الرينج ده، لان الحاجات دي فعلا بتكون غاليه جدا. طيب السؤال هنا، الشركات دي بتستهدف انهي نوع من العملاء؟ اغلب القنوات اللي بيجي عليها الاعلانات دي بتكون على القنوات العاديه اللي كلنا بنتفرج عليها، اللي هي بتيجي على الدش او على الوصل، يعني اغلب المتفرجين بيكونوا اسر متوسطه او ممكن كمان اقل من اسر متوسطه. وانت بتتفرج هتلاقي واحده كده زي القمر طلعت بتقول لك ان الشقه عندنا كذا والكومباوند كذا، وان انت تتعالى واسكن وعيش وبمقدم 300,000 جنيه بس. فانا طبعا هنبهر اول ما الاقي شقه احلامي وان انا هستلمها على المفتاح واساس فاخر وديكورات ما حصلتش، فانا طبعا هجري اروح فاتحه الدرج واخد منه 300,000 جنيه واروح على طول عشان ادفع المقدم عشان اخد شقه الاحلام. ولا يمكن بقى الغرض من الاعلانات دي اللي هي سنه معايره، اللي هو ايه، يلا يا فقراء يا اللي ما عندكوش جناين، احنا عندنا في الجناين معلقه فوق كده، تبص فوق تلاقي الجنينه فوق. ولا يمكن انتوا اللي قاعدين كده من غير جيم في بيوتكم، احنا عندنا في كل شقه فيها جيم مستقل بذاتها. واللي انت اصلا ممكن تلاقي اللي بيتفرج على الاعلانات دي صرف 14,000 جنيه لا يقدم فيهم في اسكان الشباب علشان تجيله شقه في 6 اكتوبر بتطلع على المقابر. نوعيه بقى الاعلانات الثانيه وانا بسميها اعلانات الاستعطاف، اللي هي يجيب لك اسره فقيره وهم اصلا بيكونوا ممثلين ويلبسوهم لبس مش نظيف ولبس مقطع ويقعدوهم في مكان عشوائي او في عشه والميه حواليهم في كل مكان ولسه بينوروا بلمبه الجاز وحاجات غريبه كده، ويقول لك اتبرع لانقاذ اسره فقيره، اللي هو احنا بقى ايه بنقول لهم يلا يا فقراء احنا بنشحت عليكم عشان نلم لكم فلوس عشان ننضفكم، يلا يا فقراء اللي ما عندكوش ميه، يا فقراء اللي ما عندكوش كهربا، احنا بنطلب من الناس ان هم يدفعوا فلوس عشان نجيب لكم الكهربا ونجيب لكم الميه ونجيب لكم بيت نظيف يا فقراء. زي ما حصل كده في سنه من السنين لما جابوا فنانه قديره والست واقفه بتقول لها احنا ما عندناش ميه واحنا الميه بتغرق كل حاجه، والست عيني كانت بتعيط وهي بتتكلم بتنهار، انا نفسي صعبت عليا، راحت الفنانه القديره قالت لها ايه يلا الله يكون في عونكم معلش. ولا الجمعيات اللي بتجيب فنانين معروفين وتلاقي كده مكتوب على جنب شكر خاص للفنان فلان الفلاني على تبرعه ان هو جه وعمل الاعلان، وبعد كده بتلاقيها عامله اعلان تاني وهي بتسلم الناس الحاجه اللي كانت عامله الاعلان الاولاني عنها، مثلا شنط رمضان او لبس او اي حاجه من دي، وتلاقي الكرتونه مطبوع عليها اسم الجمعيه بالبنط العريق كده، بتجيب الناس وتقول لهم تعالوا كده قدام الكاميرا وتروح مسلماهم الكرتونه او مسلماهم الشنطه او الكيسه او اي حاجه. وده ليه؟ علشان تقول لهم بصوا احنا جبنا لكم خزين رمضان لان انتوا ما عندكوش خزين رمضان، وجايين نسلمه لكم قدام التلفزيون وقدام الدنيا كلها علشان الناس كلها تعرف ان انتوا ما عندكوش خزين رمضان، ما عندكوش شنط رمضان، واحنا نزلنا وتعبنا واشترينا ولمينا تبرعات علشان نجيبها لكم. عندك بقى اعلانات المستشفيات، مثلا لو مستشفى سرطان يجيب لك طفل حلق له شعره، او مثلا مستشفى الحروق يجيب لك طفل جسمه مشوه او وشه مشوه. طيب احنا ليه ناذي الناس؟ اكيد في اطفال بتتفرج على الحاجات دي، ليه نأذي الطفل ان هو يشوف طفل زيه تعبان كده؟ ليه نأذي اب وام عندهم طفل مريض بمرض ده او غيره ان هم يشوفوا الاستعطاف اللي انتوا بتعملوه على الشاشه علشان تلموا فلوس؟ ليه نشوف الجانب بتاع المريض ايا كان، مثلا هو عنده عاهه في وشه او هو عنده اي مرض ايا كان، لو طفل نفسه هو عنده نفس المشكله قاعد بيتفرج هيحس بايه؟ انت بتعمل كل ده علشان تستعطفني انا كمتفرج عشان ابعت رساله ب5 جنيه؟
طب انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، حسب اللي انا فاهماه ان انت علشان تعمل اعلان على قناه كبيره من القنوات اللي موجوده انت بتتحاسب بالثواني، يعني مثلا العشر ثواني ب100,000 جنيه. طيب الجمعيات والمستشفيات اللي بتعمل اعلانات علشان تلم تبرعات بتدفع فلوس للاعلانات دي علشان تتذاع ولا لا؟ ده غير طبعا ان هي اكيد بتدفع للمخرجين مثلا بيخرجوا، مصورين، لممثلين بتتجاب، لاماكن بتتاجر، حاجات كتيره قوي. طيب لو هي فعلا بتدفع في كل ده هي بتجيب الفلوس منين؟ من التبرعات؟ طب لو انت بتدفع فلوس التبرعات اللي بتجيلك علشان تعمل اعلان، طب ما توفرها وتصرفها في الجهه اللي انت اصلا عامل اعلان علشان تعلن عنها، مش تروح تعمل اعلان. واخيرا انا عايز اعرف حاجه، ما دام انا هتبرع لمستشفى الحروق علشان مرضى الحروق، وهتبرع لمستشفى القلب عشان مرضى القلب، وهتبرع لمستشفى السرطان عشان مرضى السرطان، وهتبرع للجمعيات علشان تكسي اللي ما عندهمش هدوم، وهتبرع للجمعيات علشان تكفل اليتامى، وهتبرع لجمعيات علشان تكفل العرايس اليتامى اللي ما عندهمش حد يجهزهم، وهتبرع علشان ادخل الميه والصرف والكهرباء للقرى النائيه اللي ما عندهاش ولا ميه ولا صرف ولا كهرباء، وهدفع للغريمات علشان تخرج من السجن وتقضي رمضان في بيتها طبعا كل سنه وانتم طيبين. الحكومه بقى هتعمل ايه؟